لا تزج النساء في معمعة الحياة. المرأة خلقت إنسانة رقيقة لطيفة، إذا استرجلت ما عادت أنثى. رأينا بعض النساء عندما تقتحم الميادين تصبح في وضع الرجال، مثلا الزوج يقول لا أرى أنوثتها، صارت كأنها صديقا لي لا امرأة وزوجة. أمير المؤمنين يقول خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، في المرأة خصلة حسنة في الرجل خصلة سيئة، الزهو والجبن والبخل. جبنها بخلها تكبرها، هذه الصفات فيها بعض المزايا. المرأة الجبانة مثلا لا تتجرأ أن تخرج ليلا للأسواق البعيدة للأماكن المظلمة بما تكون في مضان الخطر. إذن جبنها بخلها تكبرها، هذه الصفات فيها بعض المزايا، وهي صفات مذمومة عند الرجال. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من المفاهيم التي يساء فهمها مفهوم التوكل. التوكل من أرقى المفاهيم. التوكل زاد المؤمن وقوته في حياته. لولا التوكل لما قام الأنبياء بدعوتهم مع ما يرونه من مشاكسة الخلق لهم، توكلهم على الله عز وجل أكسبهم هذه القوة، كما يقول علي عليه السلام أصل قوة القلب التوكل على الله. القلب إذا دخل فيه التوكل أصبح قلبا قويا. إبراهيم في النار يصبر بكل ارتياح، كل ذلك من بركات التوكل. التوكل أن لا ترى في الوجود مؤثرا إلا الله عز وجل. حتى السكين عندما تخرق الشيء، الطلقة تخرق الشيء، كل ذلك بإذن الله عز وجل. والشاهد على ذلك الماء المغرق أصبح جدارا حائلا لموسى عليه السلام. إذن ليس الشيء بيده، سببيتها بيده. أنت مالك الماء، ولكن رطوبة الماء بيد الله عز وجل. أنت تشعل النار، أنت مالك الحطب، ولكن خاصية الإحراق ليست بيدك، ولهذا ليس لك أن تسلبها. رب العالمين سلبها لإبراهيم عليه السلام. التعبير هكذا في تعريف التوكل في روايات أهل البيت عليهم السلام تمام التعريف. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو على رأس المتوكلين، من توكله بات على فراش النبي وهو يعلم أن القوم سيهجمون هجمة رجل واحد. بالتوكل قلع باب خيبر، بالتوكل ذهب إلى محراب العبادة
وهو يعلم أن هذا طريق الشهادة. المهم أمير المؤمنين عليه السلام بكلمة جامعة يقول: حسبك من توكلك أن لا ترى لرزقك مجريا إلا الله سبحانه. في عبارة أخرى، هذا في الرزق، في عبارة مطلقة: التوكل التبري من الحول والقوة. ولهذا نحن في كل يوم نكرر لقلقة لم نلتفت إلى المعنى، عندما تقوم من السجدة ماذا تقول؟ بحول الله وقوته أقوم. من يعلم قدر هذه الجملة؟ المشلول لا يمكنه الحركة، من له أوجاع في ركبته يمد رجله يرفعونه رفعا، هذا ركبته لا تستجيب له. أنت تقول بحول الله وقوته، من الذي مكنك؟ من الذي سلب المشلول الحركة؟ إذن التوكل هذا أن تتبرأ من كل حول وقوة. مع الأسف بعض المتوكلين يتواكل، بمعنى يترك الأسباب ويطلب من الله المدد، هذا لا يستجاب له. طالب كسول أيام الامتحان ينام يطالع البرامج الملهية، يوم الامتحان يطلب من أمه أن تدعو له، يتوقع المعجزة في قاعة الامتحان، هذا لا يكون. رجل قال للنبي صلى الله عليه وآله: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. هذا العقال كان يربط به رجل البعير لئلا يهرب. سأل النبي: هل أطلقها أتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. ذهب مثلا. إذن قم بما عليك، قم بالأسباب. الزارع يبذر البذر، يسقي الزرع، ثم يقول: يا رب أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يا رب أنبت زرعي. إذا قاله الفلاح الكسول هذه نكتة، أي بذر أي سقي؟ الذي يقول: يا رب أرزقني شيئا من الحصاد، إذا كان حقيقة أدى ما عليه. هنالك آية في القرآن الكريم، يقال هذه الآية من يقرأها يوجب له سعة الرزق، وهو أمر متوقع. أن تقرأ في مظان الإجابة بعض الآيات فيها معنى الدعاء أيضا، آية ولكنها دعاء. نحن نلهج بأمن يجيب المضطر في الشدائد، وهي آية من القرآن الكريم. هذه الآية من قرأها بتوجه وثقة واطمئنان يرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بالغ أمره على رغم أنف المعاندين. رب العالمين تعلقت مشيئته من كان في البئر وهو يوسف أن يصبح ملكا عزيزا، إن الله بالغ أمره. ولهذا في الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يؤيد ما قلناه: لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم. أي آية؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نحن مشكلتنا نقرأ الآية هكذا لقلقة أو تجربة، لقلقة أو تجربة، فلا نحصل على النتيجة. من يعمل بهذه الآية؟ الطيور تعمل بها، نعم أمم أمثالكم.
النبي الأكرم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، رأيتم طيرا على ظهره زادا، زاد الطير في الأرض تغدو خماصا وتروح بطانا. أول النهار تخرج العصفورة من عشها وهي جائعة، آخر الليل رأيتم في الأفلام تخرج الطعام من فمها وتزقها الفراخ في العش، هي تشبع وتشبع الغير أيضا، هذا معنى التوكل. رواية أخيرة بها تنتعش النفوس، أنا عندما أصل لهذه الجملة أقول: أين نحن من هذه المفاهيم؟ من يقولها؟ أمير المؤمنين. أين يقولها؟ في الدعاء، يدعو ربه، ولكن في الدعاء يمرر المعاني العظيمة العالية، يقول: اللهم إنك آنس الآنسين، وفي تعبير المؤانسين لأوليائك. تبحث عن أنيس من خلال زوجة، منزل، دابة، صديق، ليكن أنت آنس الآنسين. الزوجة تفارقك، الصديق يخذلك في الشدائد، ولكن أنت يا رب آنس الآنسين. من يؤنسك في حفرتك؟ من يؤنسك في برزخك وقيامتك؟ هو جل جلاله. الشاهد أين؟ حديثنا في التوكل، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك. المتوكل عليك حوائجه مقضية، المستأنس بك قلبه منشرح دائما وأبدا، لأنه في وصال دائم. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك أنزل علينا أنواع رحمتك، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.